للا نجيه من وجده. للا نجيه صباح الخير. صباح الخير حبيبه ديالي. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك للا. الله يبارك فيك. باش منيتي ان شاء الله بصحه وسلامه. لا وياك ان شاء الله وجميع المستمعين ان شاء الله يا رب. وكاع المغاربه ان شاء الله. الله يخليك. مرحبا حبيبه ديالي. غادي ناخذ طبق بالفخد ديال اللحم. فخد بمناسبه عيد الاضحى. غادي نتقهموا هاد الصباح باللحومات. ما كاينش الحيوان. ما كاين غير الفخد والكتاف. نعم مرحبا. مرحبا للا. مرحبا. فقط كان بالضوء. نعم قلنا فخد ديال اللحم. وفخ ديال اللحم عندنا واحد جوج معالق كبار تاع الزبده. جوج معالق كبار زبده. عندنا نص كاس تاع الزيت. نص كاس ديال الزيت ياك. و عندنا الملحه. ملحه. شويه تاع البزار. شويه ديال البزار. شويه تاع سكينجبير. شويه ديال سكينجبير. شويه تاع زعفران شعره. شحال؟ زعفران شعره. زعفران شعره. شحال؟ تقريبا غير شويه تا هو. واه شويه هكا تهزي هكا بيدك. عندنا واحد البصله وحده. بصله. واه عندنا قرفه اعواد. قرفه اعواد. واه وعندنا نص كيلو بصله اخرى. نص كيلو بصله. هذه من غير البصله اللي تكون تكون من غير البصله. نعم. عندنا مطيشه وحده. مطيشه. واحد معلقه. وحده. وشويه د المكور. لا مطيشه وحده وكتكون تكون يعني واحد المعلقه صغيره. ما سمعتكش. مطيشه شنو موراها؟ معلقه صغيره تاع السكر. معلقه صغيره تاع السكر. سنيده. نعم. ما عرفتش علاش قلت المكور. كي درت سمعت المكور. جاتني فيزا بان المكور ما عادش. قلت واقيلا هادي شي وصفه فيها المكور. على اي يا سنيده. عندنا نص كيلو برقوق. نص كيلو برقوق. عندنا بسيبيسه. بسيبيسه. وعندنا واحد المعلقه صغيره من القرفه. معلقه صغيره قرفه. وعندنا 250 غرام لوز. 250 غرام ديال اللوز. مسلوق ومحمر. مسلوق ومحمر. يعني مقلي. هذو هما المقادير. نعم. نمشيو للطريقه. كناخذوا الطنجره ديالنا نديروا فيها معلقه كبيره تاع الزبده. والزيت. نعم. وديك البصله وحده كنشربوها تقله مزيان. من بعد كنضيفوا لك الفخد ديال اللحم. نعم. كنديروا شويه تاع البزار. شويه تاع الملحه. نعم. سكينجبير. ايه. زعفران. القرفه. نعم. قرفه اعواد. ايه. ومن بعد كيتقلى مزيان. وكنزيدو بسيبيسه. وكنزيدو ديك مطيشه مقسومه على اربعه. ايه. وكنديرو الماء ونخليوه يطيب. نعم. من بعد كنخليو اللحم يطيب وكنمشيو نفورو البرقوق. وكنقلعو له العظم وكنمرو باللوز. من بعد ما كيطيب لنا داك اللحم. كنقلعوه وندير له يتحمر في الفران. نعم. وهذيك المرقه كنديروا فيها هذيك نص كيلو بصله يعني كنقطعوها دوائر. ديك المرقه اللي بقات لنا من اللحم كنديروا فيها هذيك البصله. وكنزيدوا لها هذيك القرفه وخويا تاع القرفه. والسكر وخويا تاع زعفران شعره. ومعلقه كبيره تاع الزبده. اييه. وكنخليوه يطيب يعني حتى تعجن هذيك البصله. صافي ها هو الطبق جاهز. نعم. يعني كناخذوا الطبق ديالنا كنديروا فيه فخد تاع اللحم في الوسط. ايه. وكنديروا ديك دوائر البصله في الجوانب. جناب. ونذوقوا بداك البرقوق المعمر باللوز من فوق ديال اللحم. ان شاء الله نجربوه. الله يعطيك الصحه. غادي يجي هائل ان شاء الله. ان شاء الله. لاليختك للا نجيه وتحيه الناس ديال وجده. غادي ناخذ